السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كرم المجار من اسكندرية. حلقة النهاردة حلقة البي اس اف، ذبابة البندق الأسود. طبعا أنا عامل فيديوهات قبل كده وفي ناس بتتفرج عليا وساعات بشوف التعليقات، يعني ايه البي اس اف أو يعني ايه ذبابة البندق الأسود. أنا النهاردة الحلقة ديت باختصار هعرف الناس اللي بتتفرج عليا لأول مرة يعني ايه ذبابة البندق الأسود أو ايه البي اس اف. البي اس اف دي يرقات ديدان زي كده، فيها بروتين 44.5% وفيها دهون وفيها الياف وفيها انزيمات. شغلها عالي جدا. دي للطيور، لو عندك مزرعه طيور عندك مزرعه اسماك، فالشغل ده لازم انت يكون مخصص اوضه للذباب ومكان زي كده. انا برب يعني ايه باكل في المطبخ، يعني ايه انا بغذي الياقات دي. انا ماجر الشقه هنا، ماجرها باكل في المطبخ، ما مساحه صغيره تمام. بطلع منه كميات زي ما انتم شايفين اهو، ده بترمي بيه، ترمي للاكل بعد ما تغسله تمام. سواء عندك بقى سمك صغير، سمك كبير، فراخ، عندك بط، عندك وز. طيب انت بتبتدي ازاي؟ انت بتشتري مره واحده بس في العمر، تشتري كيلو، تشتري 2 كيلو، تشتري 3 كيلو. طب الكيلو في دورته بيطلع قد ايه؟ على شغل انا الكيلو بيطلع من 20 ل 30 على حسب درجه الحراره والرطوبه. احنا عندنا هنا في اسكندريه كل ما بننزل محافظه، لو في مصر بس، كل ما بننزل كل ما بشوف الانتاج بيبقى اعلى عند الناس اللي بتاخد مني، يعني الناس اللي في كفر الشيخ، الناس اللي في القاهره، الناس اللي في المنيا، الناس اللي في اسيوط، الناس اللي خط الصعيد ده كله. كل ما درجه الحراره بتزيد كل ما الانتاج عندك بيزيد. يعني في فيديوهات انا في الصيف، احنا ده خلاص داخلين على شهر 8، انا في شهر 7 كنت مشغل دفايه عشان اوصل بس لدرجه حراره اللي هو ال 30. فالنهارده هوريك ازاي تاكل جميع، يعني دي مرحله الوسط. يعني انت الحاجه دي تراحة لواحد هياكل سمان، هيربي، قال اديني النوع المقاس اللي انا اللي هاكل بيه السمان، عايز نفس النوع اكل هاكله عشان اشوف المنظر اللي هياكل السمان بيه. هياخد الشغل ده، دول 7 كيلو هياخدهم ويربيهم. هو عايز حاطط في دماغه في شهر 11 يطلع 100 كيلو كل شهر، هياكل 100 كيلو لكل شهر. فانا النهارده همشي معاكم خطوه بخطوه في التربيه وفي الفيديوهات السابقه كمان. انا بقالي سنه ونص بعمل فيديوهات في الشبك في الاوضه المفتوحه. فالنهارده هوريك لو انت مثلا عندك سمك صغير، سمك زريع، يعني الفرز بتاعنا ازاي نفرز الشغل دوت. يعني ده فرز رقم واحد. طبعا احنا جبنا الفأس دوت، شايفين ما شاء الله دي كميات صغيره تمام. فاحنا النهارده صغيره جدا بس احنا مقربين القمره تمام. احنا عايزين نفرز الكلام ده كله. فنشوف اي حاجه فتحتها كبيره زي كده، فتحتها كبيره زي كده تمام. هنعمل هنكب دي كده طبعا. احنا كنا عاملين في التفقيس عشان الذباب يبيت ما بين اليرقات تفاح. ده كل دي قشور التفاح، لو سبناها شويه برضك ايه هيطلع كمان معانا الشغل اللي بعد كده. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف، عايزين ناكل مثلا عندنا سمك صغير خالص، هنجيب المقاس الصغير، اي مقاس مش شرط بقى اي حاجه، هنجيب الكلام ده كله تاني اهو وهننخله. طبعا الكميه دي احنا لو غزيناها عشان تكبر، بسم الله الرحمن الرحيم اهو،
هيدينا كميه رهيبه. بصوا يا جماعه ده لو عندك سمك ارمي، سمك صغير خالص ارمي، مش هتلاقي نوافق، مش هتلاقي امراض، هتلاقي الصحة السمك الصغير كبر. ده بالنسبة للسمك الصغير او للسمان الصغير، تمام. فانت النهاردة بتفرز على حسب الحاجة اللي انت محتاجها. هنرجع بقى ايه كل حاجة مكانها عشان الكروان دي ايه مقصرة معايا في الشغل، عشان ما شاء الله الشغل كتير. في حاجات تانية ايه الحجم ده الحجم الوسط، تمام. احنا هنفرز فرضك عشان ايه ما نعملش شغل كتير ونصدعكم في الايه في الحلقة او نطول. هنشوف الاعمار الكبيرة هنعمل كم قتل. شايفين انا بربي دي كروانات، انا بحترم الكروان جدا في الشغل، بروح اشتريها وبشتغل بيها على طول. انت النهارده عايز تجيب برميل وتقسمه نص، لو انت مثلا متوفر عندك براميل زيت، براميل اللي هي بتاعت الميه التنكات الكبيره، فاكبر فاكبر زي ما انت عايز. طبعا زي ما احنا قلنا انت بتشتري مره واحده، عايز تبتدي بكيلو، عايز تشتري ب2 كيلو، ب3 كيلو. اهم حاجه يا جماعه في التربيه قبل ما تبتدي، شايفين الشغل اللي انا بعمله ده لازم يكون نواشف، يعني يكون ناشف متغربل. هوريكم كمان شويه كده شغل، شايفين الشغل بينزل ازاي من تحت، انا بنقله. وطبعا انا لو سبتها شويه اهو، بس لو سبتها شويه ثانيه واحده عشان ايه عندنا حادثه. بسم الله طبعا الاخطاء دي انت تخلي بالك منها جدا. خلاص احنا عملنا كده الحاجات دي، هنقفل بالروحه كده. طب احنا دلوقتي نخلنا الجزء ده، طلعنا بقى ايه الورق اللي هو البطاطس، كبطاطا ديت، ده فلفل. طبعا انا دلوقتي عايز ادخل مقاس الاصغر، يعني كل ما تصغر المقاس كل ما تاخد انتاج اكبر. يعني بصوا، يعني انا مثلا هجمع دي هنا وهنجمعها من اول وجديد. ده يرقات يا جماعه ما شاء الله عليها، بتديك شغل كبير وبروتين عالي، وبتوفر معاك العلف بطريقه جميله. واهم حاجه يا جماعه في التربيه ديت اللي هي بتاكل مخلفات، بتاكل مخلفات، يعني مخلفات البيت. يعني انت لو عندك مزرعه زي المزرعه اللي عندي ديت، هتجيب اكل البيت، بيطلع عندك بيت ايه اكل من البيت. بص يا جماعه ما شاء الله بروتين، كيلو بروتين، تمام. الاكل على حسب الحاجه اللي عندك، افضل حاجه كل يوم اثنين وخميس تاكل الحاجات ديت. لو عايز تاكل من غير علف من غير حاجه، طبعا احنا عندنا في الجو في اسكندريه النهارده ما شاء الله ضرب 35، واحنا مش متعودين على الجو الحر ده. ف ده بياكل مخلفات اسواق، كوسه، بتنجان، امعاء سمك، امعاء فراخ. لو عندك مزرعه فراخ هات الروس، بدل ما ترميه بدل ما تبيعه حط الروس معاهم هياكلوه. لو انت مثلا على نظام صغير بتربي مثلا 100 فرخه، بدل ما تجيب الطماطم والحاجات الخضار بتاع البيت تحطها للفراخ، لا حطها للبي اس اف. والبي اس اف هيديك بروتين، هيحول لك اي حاجه لبروتين. مخلفات الاسواق حاجات زي كده انا هوريها لكم برضه عشان تبقوا معايا في الصوره. بسم الله الرحمن الرحيم. دي شايفين انا جايب كوسه، يعني بصوا كانت ايه وانا بصور الكوسه ديت، لو تفتكروا كانت كبيره من شويه. بصوا انا عامل دي كده هياكلوها، تمام. خيار، بصوا بقى منظر الحاجه عامله ازاي اهو. هي مش حلوه بالنسبه للاكل البشري اهو، تمام. اهم حاجه في الشغلانه دي
التربية أهم من أي حاجة. ما ينفعش الشغل بتاعنا يبقى زي كده. بسم الله. شايفين الشغل ده؟ ده أكبر خطر. يعني عشان تبقى مردية، شايفين؟ شايفين المية دي؟ ما ينفعش يبقى مردية كده خالص. دي من كتر السوائل، شايفين عاملين ازاي يا جماعة؟ السوائل بتاعتها ياما. طب احنا نخليها ازاي؟ يعني شايفين مقارنة ما بين الشغل ده والشغل ده؟ بسم الله اهو. شايفين دي تراكات صغيرة جدا. ده رتب، هما عايزين يعني ناشف. تمام؟ وكمان لما ده شايف ده بيطلعش ريحة. يعني في ناس أول ما اشتغلت في ذبابة البند الأسود، ناس من العراق كانوا يقول لك إيه دي اسمها زبالة البند الأسود. ماشي، هي بتاكل زبالة، هي بتاكل دواء أسواق. اللي يخليها تعمل ريحة قنبلة مش هي. أنت في التربية، حق التربية لو خليتها مادية دي طبعا عاملة ريحة ما شاء الله عليها، علشان إحنا بنعمل الروص بتاعها تبقى مادية. انت اول باول هتجيب الشغل بتاعك تنظفه وتطلع الروس. يعني انا جيت من فترة طلعت، شايفين ده كل ده روس. تمام، وانا خلت وسبته شوية وحطيت حتة كوسة من مسا او تنجانة طلعوا لي الحبة دول. اهم حاجة تطلع المخرجات كلها لوحدها وتسيبها عشان فيها بيض او فيها فأس صغير. ولو اتعبلت في حاجه او عايز تبتدي بالمشروع ده سواء في مصر او بره مصر، انت هتتصل بيا وانا هبقى معاك في الافكار. هتقول لي هعمل ايه؟ اهم حاجه في الشغلانه ديت هيكون معاك مقياس درجه الحراره والرطوبه. دي حاجه. لو انت من بعد اسكندريه مثلا، لو في ناس مصريين او خليج او مثلا عايشين في اوروبا بيتصلوا بيا عايزين يربوا، انا ببقى معاهم. بيكون معاهم حاجه اسمها دفايه زيت. دفايه زيت دي حاجه مهمه جدا، لازم تكون معاك. يعني الرطوبه والحراره ودفايه زيت لو انت عندك الجو ساقعه. وكمان اي حته في العالم في الساقعه عايزين دفايه زيت لغايه ما تاخد انتاج ما شاء الله كده زي اللي عندك ده. تقعد تاكل طيور، عصافير، فراخ، سمان، بط، اي حاجه انت عايز تاكلها اكلها. طب علشان محدش يجي يقول الحاجه دي حلال ولا حرام، رقم واحد في العالم ما شاء الله اندونيسيا. اندونيسيا دوله اسلاميه بتاكل الحاجات دي، وفي ناس في اوروبا يعني بياكلوها. تمام، من الدرجه الثانيه، يعني بيحمصوها بياكلوها مقرمشات. دي احنا بره عننا، احنا نتكلم في شغلنا. احنا عايزين الحاجه ديت. خساره العلف، خساره اللي بيعمل الطيور والحيوانات العلف. وانا بقول لك ده ان شاء الله جزء بديل من العلف. اثنين وخميس مش هتاكل ببلاش. معايا كرم النجار، اشتراك ولايك. السلام عليكم.